الناس بيلومونا على كسرة الهدى، غصب عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم شاف، ولا واحد منهم شاف. الناس جالوا بلاش غصب عنهم، طيب قولوها بصوت واطي، يا ناس احنا ما نقدر شي، ايه نتعزى سكنين. الناس قالوا كفاية ليلتين في كل اسبوع، ما نقدر شي نطيق فورك يا يسوع، نطيق فورك يا يسوع. اسمعك الناس ولا عنده فتة، لكننا رد عليهم بل دايما في زيادة، بل دايما في زيادة. الناس قالوا كفاية ليلتين، احنا ما نقدر شي نطيق فورا، اللي يرضي الناس